من هم التتار؟ التتار هم جزء من القوات المشتركة لشعوب آسيا الوسطى، ومنهم المغول والأتراك الذين كانوا تحت سيطرة قيادة جنكيز خان، الذي غزا الكثير من المناطق في آسيا وشرق أوروبا في أوائل القرن الثالث عشر. وقد ظهر اسم التتار لأول مرة بين القبائل البدوية التي تعيش في شمال شرق منغوليا والمنطقة المحيطة ببحيرة بايكال منذ القرن الخامس ميلادي. ويتحدث هؤلاء الأشخاص باللغة التركية، وبعد أن أصبحت مجموعات مختلفة من هؤلاء البدو جزءا من جيوش الغزو المغولي، اندمج المغول مع الأتراك وأصبح الغزاة المغول في روسيا والمجر معروفين باسم التتار لدى الأوروبيين. يعتنق معظم التتار ديانة الإسلام السنية باستثناء كوريشان تتار الذين هم من المسيحية الأرثوذكسية الروسية، بالإضافة إلى الجماعات الدينية الأخرى الموجودة في تتارستان مثل البروتستانت واللوثريين واليهود والأدفانست أو السبتيون. أصبح التتار بعد سقوط إمبراطورية جنكيز خان معروفين بشكل خاص في الجزء الغربي من نطاق المغول، والذي يشمل معظم روسيا الأوروبية، وكان يطلق عليهم اسم القبيلة الذهبية The Golden Horde. وتفككت هذه القبيلة في أواخر القرن الرابع عشر إلى خانات تتار مستقلة في قازان وأستراخستان على نهر الفولغا والسيبير في غرب سيبيريا وشبه جزيرة القرم، وذلك بسبب الانقسامات الداخلية والضغوط الأجنبية المختلفة. واحتلت روسيا في القرن السادس عشر قازان وأستراخان وسيبير، وأصبحت القرم دولة تابعة للأتراك العثمانيين حتى تم ضمهم إلى روسيا من قبل كاترين الثانية سنة 1783. لا يزال أكثر من مليون ونصف المليون من التتار الكازاخستانيين يعيشون في منطقة الفلوجة والأورال، وهم يشكلون حوالي نصف السكان في جمهورية تتارستان، وهي معروفة الآن باسم تتار الفولغا فولغا تاتارز. وتعد هذه الجماعة الأكثر تقدما في الصناعة والثراء في مجموعات التتار، ويعيش حوالي مليون من التتار في كازاخستان وآسيا الوسطى، ويعيش التتار السيبيريين في أماكن متفرقة في غرب سيبيريا، حيث يبلغ عددهم حوالي 100 ألف شخص فقط.